موضوعنا التالي، وبالتأكيد بالإمكان أيضا المشاركة في هذا الموضوع. نتمنى دائما موسما خيرا مليئا إن شاء الله بكل الخيرات في موسم القطاف، قطف الزيتون في مختلف الأماكن. سنذهب للحديث حول وضع المعاصر هذه الأيام، الإجراءات والاستعدادات وربما عوامل السلامة التي يجب أن تكون متوفرة في هذه الأماكن، إضافة إلى الحديث حول بعض التأثيرات التي قد يروجها البعض أن هنالك أمور تؤثر على جودة وكمية زيت الزيتون في بعض المعاصر إذا لم تلتزم بالإرشادات المختلفة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة وبعد غياب طويل بالتأكيد السيد سفيان شديد، مزارع كما أحب التعريف به وعضو في جمعية علار الزراعية. أهلا وسهلا بالمزارعين النشطين. حياك الله، الله يصبحك بالخير. زمان عن هذه الإطلالة. شافي والله. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله دوام الابتسام ودوام زيت الزيتون ودوام الزعتر ودوام أيضا الزيتون طولنا. يعني ما شاء الله الخيرات، واليوم هيك دفعة واحدة جايين. نحمد الله إن شاء الله كل الخير في البداية. كيف بداية الموسم عندكم في علار؟ كيف الوضع؟ أول شيء الله يصبحك بالخير ويعطيك صباح الفل. صباح الخير لكل أهلنا في محافظة الكرم والوطن والمزارعين واللي بيقطفوا الآن ثمار الزيتون اللي متشعبتين على شجرة الزيتون. الله يصبحهم بالخير. يعني حقيقة نحن نتحدث عن آية من آيات رب العالمين وعن معجزة من معجزات رب العالمين عن شجرة الزيتون. هذه الشجرة التي ذكرها رب العالمين 7 مرات في القرآن. صحيح. ولم تذكر الشجرة 7 مرات في القرآن كما ذكر الزيتون. مرة رب العالمين أقسم بها، ومرة ضربها لنوره، ومرة قال عنها دهن، ومرة قال عنها زيت. يعني الحمد لله، واليوم كل العالم بيأكد أنه شجرة الزيتون هي الكوكب الدري اللي على الأرض اللي زيتها يكاد يضيء ولو لم تمسسه. صحيح. ستنا هذه الشجرة اليوم يعني للأسف الشديد نحن يعني نعاني كمزارعين وكفلسطينيين أنه هذه الشجرة أولا تحارب من الاحتلال وثانيا تحارب من التمدد الجغرافي. صحيح. يعني أنا كنت بتمنى أنه كل بيت ينبنى بيخلع شجرة زيتون أو شجرتين أنه ينكلهن ويزرعهن جنب البيت يحافظ عليها، لأنه هذا اقتصاد وطني، اقتصاد وطني حر من عند رب العالمين، وهي شجرة يعني بالكاد أنها تكلف أشياء بسيطة يعني لخدمتها. احنا الحمد لله ان شاء الله كل عام وانتم بخير. بدا موسم الزيتون عندنا هلا. كثير ناس بيقولوا ليش بتبلشوا بدري بشهر 9 او بدايه 9؟ احنا بنبلش بشهر 9 اللي هو الرصيع. الرصيع لازم ينجد قبل او يتلقط قبل الزيت، لانه الرصيع كل ما تلقط وهو اخضر كل ما قل عليه نسبة الملوحة. يعني لما نحط مثلا ملح مش زي ما انه مثلا يكون بشهر 9 مش زي بشهر 10. بشهر 10 تنتج الثمرة وبصير بدها ملح اكثر عشان تتماسك ما تكون حبتها صلبي. ولكن بشهر 9 بيكون نسبة الملوحة اللي بتنحط عليه اقل. فلذلك الناس عندنا المواطنين والمزارعين ببلشوا بشهر 9 للرصيع. نعم. وبعد 15-10 ببلشوا للزيت. ولكن السنة الحمد لله نحمد الله انه السنة اجل موسم خفيف، فالحب يعني بيجي لما بيكون دليل الحبة بتاخذ كمية كبيرة من الزيت اللي من الشجرة. فصار الزيتون يعني ملون. صار لونه أسود. نعم. ومخل وسكت. فلذلك الناس يعني ينزلوا مبكر. ويعني هذا عالم شجرة الزيتون، هي يعني كل مرحلة من مراحلها سواء من بدء الزرع الشتلي للتخزين في البيت كل واحدة منهن بتحتاج يعني لموضوع ينشرح. صحيح. يعني قصة وحكاية في كل مرحلة من المراحل. بس احنا اليوم تركيزنا، لانه دائما بنحكي عن انه لما كيف لازم لما بتقطف الزيتون وكيف لازم تحافظ على الشجرة وكيف لما بدك تنزل مثل ما ذكرت حضرتك في اوقات انك انت بدك تحصل فيه على كميات من الزيت، لا وقت ما انك بدك انت تقوم بعملية الرصيع الزيتون او تخلل الزيتون مثل ما بنقول. وفي البعض بينزل عشان انه هو كتجارة بيستخدم هذا الموضوع اضطر انه يصدر بوقت معين التزامات مع بقية التجار وفي العالم الآخر. احنا اليوم بدنا نركز على موضوع العصارات. يعني مرات بصراحة اليوم انتقلنا لنقل كثير نوعية وكبيرة بخصوص العصارات. كانت زمان على الحجر وكان في وقت أطول فجهد أكثر، مع انه البعض يميل الى هذه المعاصر القديمة الحجرية. بصراحة بيقول لك حتى الطعم أشهى وأطيب. اليوم احنا في عالم التكنولوجيا، عالم التطور، من خلال جولاتك ومن خلال بالتأكيد اطلاعك على وأيضا كونك عضو في جمعية علار الزراعية، كيف وضع العصارات في علار؟
يعني صدقا هو عملية العصر وعملية قطف الزيتون، يعني خليني بس أنا أقول لك أنه أنا يعني بهوى محافظة الكرم وبعشق الشعروي، ولكن حب العلار أكثر طبعا. الزيتون كل شجرة تختلف عن الثانية، اللي بتشرب مثلا مية أو كريبة من السهل الأرض بتكون سهلية مش زي اللي بتكون جبلية. صحيح. فإحنا محظوظين بعلار أنه زيتون علار هو زيتون جبلي ومميز، يعني لا بيشربش مية، يعني بيكون الزيت فيه والزيتون صرف بس مية رب العالمين، اللي الشجرة البعلية الصح 100% اللي هي 100% اللي هي بيكون زيتها يعني طعم وريحة ولون وشو اللي بدك إياه. هلا في كثير من الزيت بتشوف الطعم نفس الزيت هذا بلونه، للأسف الشديد أنه بعض التجار اليوم بيستورد زيت وبيضربوا على أنه زيت فلسطيني، يعني للأسف الشديد، بس لما بتفتحيها ملهاش ريحة زي ما تفضلتي أنه يعني ليش بيكون أنه في بعض الزيتون اللي كان انعصر زمان على الحجار أو الكذا، اللي احنا كان زمان أبائنا يسموه زيت طفاح. أيوة. اللي هم بيطفحوا الطفح بدون ما أنه ينعمل عن طريق التكنولوجيا والعصر والكذا. ستنا يعني احنا معاصرنا اليوم الحمد لله يعني في عندها إرشادات وتوجه المزارعين، وإحنا كجمعيات وكزراع وكذا والإغاثة الزراعية والكل بيشارك لتوعية مواطننا، واليوم مواطننا صار عنده وعي من حد ما يبلش يقطف. أولا يعني الكياس البلاستيكية اللي كان نحط بها زيت اللي ترفع نسبة الحموضة، لأن نحط بها الثمار ترفع نسبة الحموضة، ليك لأنه بتحط تقطعي عنها الهواء وبتضغطها وبتضغطيها وكذا بصير فيها الحموضة عالية، يعني مشان يكرحوا على شوالات الخيش مثلا أو الخيش حتى الصناديق. صحيح. هاي يعني أأمن إشي إنه بيظل الزيت الحموضة به قليلة جدا عادية مقبولة للهذا. الشغلة الثانية إنه يعني اللي بيقطفوا ينصح إنه كل يومين ونهار الثالث أو كل يومين إنهم يعصروا، أما تكوميه بالبيت فوق بعضه نفس الإشي بيعفن وبيخرب وبنتف يعني وبتغير طعمه وآخره. اليوم بمعاصرنا يعني زي ما تفضلتي كل حديث هي بتعصر عن طريق الطرد المركزي، وهذا يعني بيصير شوية حرك في الزيت. يعني هل انت بتروحي قبل المعصرة في اللي هو لما بيجي من الخلاط، يعني هي طبعا تعرف مرحلة العصر لازم تأخذ يعني كل دور، اول شيء بتبلش الجرش بعدين الخلاط، لازم برضو بالخلاط تأخذ دورها، برضو في المي تأخذ دورها، يعني الغسل مش انا اغسل 100 طن على برجة مي، يعني ينصح انه كل مثلا كل كمية المية بينعمل مي جديدة مشان الثمرة تنغسل أحسن وأضمن إنها نظيفة وتنظيف وتلمتها. فهذا يعني مراحل متعددة، ويعني في يعني ما شاء الله أصحابين معاصر يعني يتقوا الله وبيعملوا يعني بيعطوا الإشي حقه. نعم. يعني تعرف هاي الجروشي أو الخلاط. أيوة. بيأخذ وقت وبيصرف كهرباء. هسا في ناس بسلك سلك. أيوة. في ناس بيعطيه حقه بيظلوا يخلط الزيت بيعطيه حقه. فلما بروح هلا بعد ما يطلع من مرحلة الخلط للفرازي بينتقل لمرحلة صغيرة اللي هي بين هين، اللي هي لما قبل ما يروح على الطرد المركزي. أيوة. انت تعذوكي من هذا الزيت سعيدها بتشعري هذا الزيت بيكون مخلوط شوي بعده بالزبار، ولكن هذا اذا بدك منه بتاخذي تقعديه بالدار بصير تطفحي منه ما بفوت على الطرد المركزي. أيوة. وهذا صحي 100% هذا الزيت الاصلي، هذا اللي يعني هو احنا زي اللي هو الجرش على الحجر وبالحوض وبعدين. أيوة. بصيروا يطفحوا منه، فهنا بيكون هذا. هلا احنا يعني بتعرفي معاصرنا يعني زمان ما كانش كميات الزيتون زي اليوم، يعني كانوا زمان كل واحد عنده 20-30 شجرة، بس اليوم صار تجارة كميات كبيرة. نعم. صحيح. كميات ما بيقدروا يظلهم مثلا على الحجر أو كذا وكذا، بدك تعمل يعني صار اقتصاد. فإحنا يعني اليوم زيتنا، وأنا بقول لك إياها بالذات زيت علار في كل دول الخليج، يعني الحمد لله عنا عدة شركات بتصدر. شركة علار الوطنية، بيت المقدس، النداف، كل النداف هذا كلياتهم بيصدروا. فبتروح انت اليوم على السوبر ماركتات في الكويت بعبوات واحجام. نعم. قبل بكى انه مثلا هالقلن الاصفر او هالتركي. لا اليوم صار حتى الشكل. نعم. مشغول عليه. نعم. صح. أيوة. بعد مرحله العصر طبعا التخزين. التخزين له دور، كيف ينحط، وين ينحط، ينحط في عبوات حديد ولا ينحط بعبوات بلاستيك ولا سال ستيل ولا الجرار الفخار القديمه. طبعا هي احسن شيء طبعا تحفظ افضل. طبعا الزيت بده تعتيم، ممنوع الزيت بعد ما
ينعصر تكشفوا الشمس. أيوة. في ناس للأسف الشديد بحطوا على بيت الدرج بتغير طعمه بس بخرب بصير يقول والله غشوني. لا أيوة. ما غشوك بعلار. أنت حطيت طريقة تخزينك هي لازم يكون زيت مشموس. شو مشموس؟ شمس خلص ضربته الشمس ما عاد هو الزيت اللي نعم. معروف. طب أستاذ سفيان يعني قبل ما ننتقل لموضوع الحفظ والتخزين بيقولوا أحيانا أنه العصارة بتأثر على كمية وجودة الزيت. نعم. مظبوط هذا الحكي؟ نعم. يعني مثلا أنا بقول لك إياها العصر الحجر الحجر مثلا بالجفت أو بالزبار بيكون فيه يعني ما بصير اختلاط يعني بروح خلينا نقول بنعصرش كما يجب أو كذا أو كذا في فاقد ولا في فاقد. طبعا هذا الفاقد يعني إذا بتعوض بشغلة ثانية بالسعر يعني إذا راح فاقد مثلا 10 أو 15% إحنا بتعوض بالسعر بصير هذا سعره مثلا. طب ممكن يتفادى اللي بيشتغل؟ لا لا ما مش لا ممكن. ما بدك بس عطرت المركزي اللي يعني بيظل نسبة 3-4% 5% بالجفت وبالزبار ولكن على الحجر وعلى الكفاف اللي زمان بيظل نسبة حوالي 15% وهذا يعني على المزارع تعرف المزارع ما بفرق معه بفرق وخاصة انه صار الزيتون ثاني بيج وثاني ما بيجيبش فيعني هو ممكن انه يعني احنا كحكومة وكمواطنين وكذا نبتكر طرق جديدة اللي احنا كيف انه نظلنا محافظين على هاي الشجرة المباركة وان فعلا هي مصدر دخل لكل يعني هذا الموسم الوحيد اللي بيشارك فيه المرأة والرجل كل والطفل والعيلة واللمة والكذا والخراف والحاج والكذا اللي هي شجرة الزيتون فش شي حد الناس يلتموا عليه يلا نجد الزيتون حتى احنا عشان انه يعني طبعا اللي وفش في فيسبوك ولا والله في جبل يعني بتصور هو على الشجرة بس الحلو في الموضوع كمان اللي ما عندهم مش اصلا شجر وهذه الامور بروحوا بيشاركوا الناس طبعًا. بالاعمال التطوعية يعني حتى احنا يعني العام بتذكر طلعنا مباشر من مع مجموعة من المواطنين كانوا بيقطفوا الزيتون لانه فعلا هذا موسم الكل الفلسطيني بيحب يشارك فيه طبعا احنا بنتحدث عن موضوع المعاصر وبصراحة في يعني عوامل سلامة في هذه المعصرة قديش ملتزمين في عوامل السلامة وبيكونوا حريصين على توفيرها طبعا اليوم يعني الحمد لله رب العالمين اغلب يعني اليوم يعني بيعزلوا المعصرة عن المواطنين وعن الاطفال تعرف الاطفال بفوت وممكن يحط يده تحت حجر ممكن كذا وكثير يعني صارت في حوادث اليوم صح. يعني معظم المعاصر عاملين ضرب زين وما بيخلوش حدا يفوت لانه ممكن حدا يفوت يكبس كبسه بالغلط صحيح. يعمل إشي مشكله يدخل زيتات وفاء على زيتات سفيان هات قطبها نبلع عينكم فبصير خربطه ولكن صحيح. اليوم معظم المعاصر حاطين ويعني في ترتيب وفي فصل في الموضوع طبعا وخاصه انه يعني برضو بتعرف مخلفات العصر يعني اللي هو الزبار برضو بتعاملوا معاه بطريقه جيده واليوم الحمد لله صار جفت مطلب كان جفت زمان ما نسألش عنه اللي هو البقايا اليوم كله يستعمل في التدفئة يعني الشجرة لو نضلنا نتحدث عنها كلها فايدة كلها فايدة وديك اليوم وكالة ناسا أعلنت عن اكتشاف رهيب كيف أنه الأرض تبقى ضاوية بشجرة الزيتون تحت أشعة معينة أنا بتمنى أنه كل بني آدم تطلع مذيعة زيك يعني تقول أنه بعد 1400 سنة اكتشفوا شو الكوكب الدري نعم هاي شجرة مباركة وحبة مباركة نتطلع مرات من كل السنة فيش موسم ولكن رب العالمين كيف بحط البركة فيها صحيح. والله يعني هلا بغض النظر عن التصنيفات موسم ماسي أم مش ماسي لكن يبقى موسم قطف الزيتون موسم يعني جماهيري شعبي بشكل عام طب يعني واضح تماما أنه لازم يكون في التزام في عوامل السلام لكن أكيد في مشاكل وصعوبات بيعانوا منها أصحاب المعاصر يعني بدنا نحكي من خلالك بلسانهم إيش أبرز هذه المشاكل والصعوبات؟ أول إشي اللي بيعانوا منه أصحاب المعاصر إنه بيعانوا إنه في بعض التجار اللي هم الآن بيستوردوا زيت من إسرائيل وبيستوردوا زيت من برا وبيجوا بعبوه هنا بعبوات وببعتوه على الخليج على إنه زيت فلسطيني وهذا صار يضر بسمعة الزيت الفلسطيني يعني كثير ويضر في يعني خلينا نقول يعني الضرر
على المزارعين لأنه تدنت أسعار يعني الزيت. فإحنا بنتمنى على سلطتنا وعلى الضابطة الجمركية اللي بنحييهم وبنحيي دولة رئيس الوزراء اللي امبارح زارهم، لأنه العبث بالاقتصاد الوطني هذا موسم في ناس تعتاش عليه. صحيح. من السنة للسنة تعتاش عليه. فإحنا بنطالب أنه يا عمي اللي بده يشتغل هذا الشغل يتقي الله، لأنه إحنا بالنسبة انت بتضر أنت مئات العائلات. صحيح. بتضر أنت الناس، هذا اقتصاد وطني يعني بالنهاية، بصير يحمل شجرة الزيتون ويحمل الأرض وروح يشتغل عند الكيان عبد ويشتغل في أرضه. فاليوم كثير من الناس، وكل يوم نسمع أنه اللهم صل على سيدنا محمد الضابطة ضبطت كمية من الزيت من هنا أو الزيتون هناك. نعم. أو كذا. نعم. يعني بعدين مش صحي. يعني أنت اليوم لما تيجي اليوم حتى اللي عنده ضغط بيقدر يأكل زيتون، لأنه زيتوننا نسبة الملوحة من نسبة الملح قليلة. نعم. ولكن اللي بيجيبوه من برا بحطوا عليه 20% من الملح مشان تظل الحبة متماسكة. يعني ظلمة إذا الحبة ما حطوش عليها 20% من الملح، حبة الرصيع بتهمط بتمخمط زي ما بيقولوا، بتدوب بتروح. فبظلوا يحطوا عليها ملح وخل وملح مشان تمسك. لما بتروح على دول الخليج احنا أكبر، وحتى اليوم أقسم بالله بقول لك في أوروبا من زيتنا بعلار اليوم موجود في أوروبا وبأمريكا بيصدروا بعض الناس. تمام. لما نروح البني آدم يعني يروح المواطن الخليجي مكتوب عليه زيت فلسطين ويجي يمسك الحبة لا طعم، ودير بالك الخلجان والخليجي بيعرفوا الزيت الفلسطيني وبيعرفوا يعني كل واحد عنده مصدر. هلا احنا كل موظفيننا مشكورين بيشتغلوا بدول الخليج بيبعتوا لهم هنا، ابعت لي 10 تنكات 20 تنكات. وهي فرصة على فكرة للترويج كمان. نعم. للمنتج الفلسطيني. نعم. يعني عادي كل واحد يروج لبلده مش مشكلة يعني، بالعكس هذا جميل جدا انه ابناء الشعب الفلسطيني الجاليات الفلسطينية الموجودين برا. نعم. بيروجوا للمنتج. طبعا. وهذا جميل جدا. بس اذا بدنا نحكي سريعا عن الاسعار، كيف تتراوح الاسعار؟ يعني الاسعار في علار مثلا. يعني اليوم عندنا احنا اسعار الزيت جديد. أيوة. جديد يعني من الفراز هي شوفوا بتضوي شوف كل شيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. اليوم السعر. صحيح. في المعصرة 28 شيكل. أيوة. نعم. للمستهلك طبعا. يعني المزارع بيبيعها لصاحب المعصرة ب 27. صاحب المعصرة بيربح الشيكل كيلو. طبعا يعني الكيلو ب 28 شيكل، اي حدا بيقدر يوصل وبيشوف الزيتون اللي بده ينعصر وبيضلوا يستنى وبيعبيه من المعصرة وبياخذه وبيروح. طبعا ستنا زي ما قلت لك هذا بالنسبة للزيتون الكيلو مرسوع جاهز يعني عليه كل شيء تقريبا من 10 ل 11 شيكل. طبعا نرسيع في انواع، في مشطب، في مدكوك او مفغوش فغش بسموه. أيوة. وفي مكلس. طبعا انواع الزيتون كثيرة. وان شاء الله رب العالمين انه يعني تذوقوا من زيتاتنا السنة ان شاء الله تشوفوا. يعني طبعا مشكورين اصحابين المعاصر. مشكورين جزيل الشكر. والزعتر عجبني موضوع التغليف. الزعتر طبعا هذا الزعتر كله موجود بس الان. اذا ممكن يعني موضوع التغليف هون هل الزعتر اليوم الحمد لله احنا يعني عشان تظل النكهة فيه لما انه ما النكهة تروح فيه. فانت هلا لما تفتحي شمر يعني الريحة فاحت اما كابل مش طالعة الريحة والزيت ريحته طالعة. طبعا هذا ما هو هاي النكهة، هاي النكهة الفلسطينية المقدسة. صحيح. هاي الارض المقدسة اللي بتكون نكهة. بس فكرة حلوة انه يتم تغليفها هذا كلياته. لا هو بيجيبوا عشب بطحنوه هذا زعتر علاري. بيقدر اي واحد يعني يتواصل مع الشركة الزعتر البلدي. مش هذا انتاج علار. نعم. بيقدر يجي وبيقدر يشتري برضو باسعار يعني مناسبة. وزعتر صرف في ناس للأسف الشديد انه بيجيبوا بعض الاعشاب اللي هي مش مضرة. أيوة. وبيطحنوها او بيكونش مثلا هذا. فانا بقول لك شغلة واحدة، يعني احنا بنقول للفلسطينيين اللي في الوطن سواء ساكنين المدن. نعم. او يعني احنا قديش هم بيدعموا مزارعهم، قديش هم بياخذوا منتج صحي وبيوفروا حالهم بالدكاتره. صحيح. صدقيني هاي هذا الزيت والله يعني الدراسة قريتها أنا إنه حوض البحر الأبيض المتوسط أقل نسبة بمرض القلب نسبة مع العالم بسبب زيت الزيتون. يعني لو كل وما بالك إذا كان علاري وما بالك أنت. يعني أنا شعرات لحد اليوم متماسكات من الصابون البلدية. يعني أقول لك شغلة واحدة، ما في إشي بهاي الزيتون بهاي الشجرة المباركة اللي ألعم الله علينا بيها. صحيح. إلا بيها فايدة. صحيح. وأنا صحيح. بدي أقول لك شغلة واحدة، يعني أعجب ما بالموضوع بجوز كثير. ليه
ليش احنا بنسميها ثمرة الزيتون وثمرة زيت الزيتون ولكن الذرة بنسميه بذر؟ هل شو فرق بين البذرة وبين الثمرة؟ نعم. هاي رب العالمين عملها ثمرة، وهذيك الزيت اللي بيخرج من السمسم او بيخرج من الذرة هو ايش؟ طب بدي انا يعني بصراحة مشكور جزيل الشكر. بدك تزورين على النار وتعملي برنامج انت والاخوان. حاضر وتاكلوا مسخن بزيت الزيتون الجديد. خلص، مع انه انا مش من محبي المسخن، بس مش مشكلة بنيجي مسخن. ايوه مسخن سلامتك والله. بس ديري بالك، بس بدي احكي شغلة. مسخن بلع زاكي كل طبعا محافظة الكرم والشعراوية كلها ما شاء الله. ما هي زينا جبل يا عمي، يعني كل ما ارتفعت المناطق الجبلية كل ما يعني عم. احنا بنتمنى ان شاء الله انه يكون موسم خير ان شاء الله رب العالمين. واحلى اعلان كان عفوي بسيط جميل عن منتجات علار الرائعة، من الزعتر للزيت للزيتون، من قبل الاستاذ سفيان شديد، عضو في جمعية علار الزراعية، وهو مزارع اصيل. شوفوا الناس اللي بصراحة بتعمل في الارض وبتحب الارض وبتعطي الارض، بتحكي معلوماتها بكل مصداقية وبكل حرص على ضرورة الحفاظ على هذه الارض. ان شاء الله بنتمنى لكم المزيد من العطاء والمزيد من النجاح. واهلا وسهلا وشرفنا استاذ سفيان. اذا احنا متواصلين واياكم في برنامج طلة فجر.